معكم حول الحدث. رمتان عويطية. أهلا بكم، إنها 2:05 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس، 3:05 الساعة الآن في دمشق، 3:05 في القدس، 3:05 في بغداد، 3:05 في بيروت. هنا مونتي كارلو الدولية. معكم حول الحدث، برنامج سياسي، ساعة تفاعلية نتوقف فيها عند أخبار متنوعة، نقدم قراءات بين السطور، نفسح المجال لتعليقاتكم أعزائي المستمعين، ونفتح المجال أو النقاش حول قضايا متنوعة في حلقة اليوم. اليوم عشية أعياد الميلاد، كل عام وأنتم بألف خير. بالبداية حلقة خاصة حول مسيحيي الشرق في هذا السياق العربي المترنح والذي يشهد تصاعدا غير مسبوق للتطرف الأعمى الذي يستهدف أهل الشرق جميعا وخاصة ومنهم المسيحيون. نعرج على دمشق، بغداد والقدس لنتعرف على وضع المسيحيين عشية أعياد الميلاد. نتوقف عند أبرز تحديات اليوم في لتنامي الدواعش المخربة هنا وهناك. نعود إلى هنا إلى فرنسا لنتوقف عندما تم إنجازه في ظل إعلان باريس الأخير الذي تم بالتعاون بين جمعيات أو ائتلاف جمعيات مسيحيو في خطر، بالتعاون مع مسجد باريس الكبير. أطيب تحيات فريق معكم حول الحدث. Comme toujours, merci cher Denis Combiaggi على هندسة الصوت. نشكرك سلمى الزراع في الإعداد والتنسيق، وأسعد دائما بصحبتكم على مدى ساعة كاملة. هذه رمتان عويطية. قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14 قضية اليوم، وضع المسيحيين في الشرق أو آخر الأخبار من هذا الشرق الدامي في هذه المناسبة عشية أعياد الميلاد المجيد. بداية نتوجه رأسا إلى سوريا مع مراسلة مونتي كارلو الدولية دائمة في دمشق صفاء مكنا. صفاء، أهلا بك صفاء، كل عام وأنت كل أعياد وأنت بخير. كيف يتحضر السوريون المسيحيون في سوريا لإحياء أعياد الميلاد؟ هو عيد الميلاد الرابع الذي يمر على سوريا في ظل الحرب، وبطبيعة الحال لم يختلف هذا العيد في هذا العام عن أعوام سابقة. ستقتصر الاحتفالات كالمعتاد خلال الحرب على الصلوات والقداديس في الكنائس والاحتفالات الصغيرة في المنازل والبيوت المسيحية، لكن ربما اللافت هذا العام رمتان هو زينة خجولة تكتسي بها بعض أحياء دمشق التي تقطنها غالبية مسيحية. الأحياء الشرقية من دمشق متاخمة لحي جوبر الذي يشهد المعارك الأعنف. من يمر اليوم في أحياء القصاع وبابتومة مثلا يلحظ زينة عيد الميلاد على بعض شرفات المنازل وفي الشوارع، زينة بسيطة طبعا نظرا لقطاع الكهرباء الطويل، إضافة إلى أن عودة معلولة البلدة المسيحية التاريخية هذا العام وانسحاب مسلحي جبهة النصرة منها أرخى بظلاله على يعني وضع المسيحيين أو الارتياح في الشارع المسيحي بعيد الميلاد هذا العام. هناك ما هو جديد أيضا في حمص القديمة، تحديدا في أحياء حمص القديمة الحميدية وبستان ديوان، هذه الأحياء التي كانت تسكنها غالبية مسيحية أيضا. وبعد اتفاق حمص الكبير هذا العام الذي قضى بانسحاب مسلحي المعارضة من حمص القديمة، عمل أهالي هذه الأحياء على وضع الزينة على البيوت المدمرة، يعني كان هذا لافتا جدا، إضافة إلى إقامة صلاة في كنيسة أم الزنار التي تحوي زنار السيدة العذراء هذا العام بعد عودة الكنيسة أيضا وانسحاب المسلحين منها.
فإذا يمكن أن نقول بأن هناك أجواء من التفاؤل الخجول إن صح التعبير في سوريا اليوم لدى المسيحيين، يعني أخبار طيبة. شكرا لك يا صفاء أمكنا، مراسلة مونتي كارلو الدولية، كنت مباشرة معنا من دمشق. سنعود بعد قليل، بعد نصف ساعة تقريبا، إلى بغداد لنسأل عن أوضاع المسيحيين في دمشق. سنتواصل مع القدس، هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة الرائعة، لنربط الاتصال مع الأب عطلة حنة لنسأل عن وضع المسيحيين في هذه الأراضي المقدسة. وقبل ذلك لا بأس أن نتوقف عند ضيوفنا هنا في الأستوديو وعبر الهاتف. نرحب بالأب فادي المير، خادم رعية الكنيسة سيدة لبنان المارونية في باريس. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. هذه أول مرة تشرفنا في الأستوديو، نرحب بك كثيرا. نرحب أيضا بسيد الدكتور أنطوان شديد، ممثل التيار الحر اللبناني في فرنسا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. المستمعون يعرفونك جيدا من خلال إطلالتك في برنامج الصحة المستدامة مع العزيزة سونيتا ناظر. ونرحب أيضا بسيد إليشياكو، أمين عام جمعية حماية أقلية الشرق وعضو ائتلاف مسيحيو الشرق في خطر. أهلا وسهلا. أهلا. أنت من العراق وشرفتنا في حلقة سابقة بالحديث عن وضع المسيحيين في العراق. كما نربط الاتصال مع سيد عبر الهاتف مع سيد جون ماهر، رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان. يا مرحبا. أهلا 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 بكم جميعا. بداية أبونا فادي المير، هل من رسالة تقدمها إلى كل من يستمع إلى إذاعة مونتي كارلو الدولية اليوم في هذا المشرق العربي الجميل والكبير في هذه المناسبة عشية أعياد الميلاد؟ أولا بهالأعياد الحلوة، أعياد تجسد المسيح، ويلي منتذكره دايما تجسد المحبة والسلام، تجسد الرجاء بقلب الإنسان، بقلب هالأرض المعترة. أوقات يعني كون هالأرض المتألمة. بقى أنا مرتكز بكل الكلام اللي رح بحكيه بهالحلقة حول رسالة البابا فرانسيس يلي أرسلها لكل مسيحي الشرق نهار البارحة يعني. وأكيد اللي بدي أقوله، نحن جماعة لا نخاف من رغم من كل الاضطهادات، من كل الأشياء اللي بلشت بالكنيسة من الأزمنة الأولى، من السنين الأولى، والكنيسة معتادة على الاضطهادات الكبيرة، مع أنه نحن لنؤمن به اللي هو يسوع المسيح، هو يبشر بالسلام وبالرحمة وبشر بالغفران الكامل. ما بعرف، أوقات بسأل كتير أسئلة، أوقات ما منلاقي جواب. لماذا هذه الاضطهادات للمسيحيين؟ ماذا تعمل المسيح؟ أكيد مرأت الكنيسة بظروف خرجت عن مسيحيتها، وهذا اعترف فيه البابا القديس البابا يوحنا بولس الثاني، وطلب الاعتذار، وطلب الاعتذار عما قامت به الكنيسة الكاثوليكية، واعترف بأنه الحروب الصليبية ليست من الإنجيل وليست نبعه، وصارت هيدا تصير في الماضي، ولكن الإنجيل هو إنجيل الحب، إنجيل السلام، إنجيل الرجاء. ما بعرف ليش هالاضطهادات، لا أعرف، وليس لدي جواب يقنعني شخصيا بمنطق البشري. بس نحن بالرغم من كل شيء البابا يشدد هنا على أنه نحن كمسيحيين نكون شهيد، نضل مصابرين على شهادة الحب. وبالرغم أنا كتير فرحت لما سمعت التقرير اللي أتى من سوريا، أنه بالرغم من كل شيء الفرح موجود والإيمان موجود والحب موجود. نحن نبادل الحقد والدمار بالزينة وبالفرح وبالسلام وبالصلاة. وأدعو كل المسيحيين حتى اللي عم يعينوا بالاضطهادات يصلوا من أجل المضطهدين يلي عم يضطهدوا المسيحية، أو مش بس المسيحية، أنا ما بحصر الأشياء يعني. مش حضرتك تفضلتي، كمان الإسلام مضطهد بهذا الموضوع، والأزيديين والأزيديين كل الأقليات والإسلام السنة والشيعة وكل المسلمين مضطهدين، لأنه عم بيصير في صورة بشعة عن هالإسلام اللي نحن بنعرفه. أنا عشت بمدرسة بسور 17 سنة، وهي مدرسة أغلبيتها إسلامية، وأنا كنت مديرة وهي كاثوليكية، وعندي أصحاب إسلام أكثر من أصحاب المسيحي، وبعرف أنا جوهر الإسلام
وبعرف جوهر الإسلام من نعيش من حياتي مع المسلمين. ولكن هيدا الشيء منقول للكل لازم نضل مصابرين على الحب والسلام والغفران والمسامحة على صورة المسيح يلي هو أعطانا هالقوة الحب تنعطيها للعالم. شكرا لهذا الكلام الجميل الجميل. وقبل أن نتوجه إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو عبر الهاتف، لا بأس أن نربط الاتصال مع الأب. إذن سيادة المطران عطلة حنة، هل هو معنا؟ سلمى لم تتصل فيه بعد. كيف يا سلمى لم تتصلي فيه؟ عموما نتوجه إلى السيد إليش ياكو. سيد إليش ياكو، يعني اليوم في هذه المناسبة، هل من رسالة توجهها إلى أهل العراق، هؤلاء الذين يتألمون لسنوات طويلة من ويلات التطرف؟ أولا أهني المسيحيين في العراق بمناسبة الأعياد، وأهني أيضا المسلمين واليزيدية والصابئة، لأننا جميعا مواطنين وأخوة في هذا البلد. فعندما تحل أي مناسبة لأي طائفة ليحتفل الجميع بهذا، فالتهانية إلى الشعب العراقي ككل بهذه المناسبة، وأتمنى أنه تنعاد علينا السنة القادمة والعراق محرر من هذه الفرق الخارجة عن الإسلام والتي تسيء إلى الإسلام والتي تضطهد المسيحيين واليزيدية باسم هذا الدين، وتحت راية الإسلام يضطهدون المسيحيين ويجبرونهم على تغيير ديانتهم. فأنا كل أمل أن يتخلص العراق من هؤلاء المتطرفين ويرجع الشعب العراقي متحد مثل ما كان سابقا. كلمة للدكتور أنطوان شديد، ممثل التيار الحر اللبناني في فرنسا، في هذه المناسبة في هذا اللبنان العظيم الذي يستمع إلينا عبر الأف أم. كمان أنا بحب أتوجه لكل أبناء بلدي ولكل أبناء الشرق بمعايدة بميلاد مجيد، ونتمنى أنه يعم السلام في هالمنطقة كلها. أنا فخور أنه بلدي بلبنان التعايش الإسلامي المسيحي منذ آلاف السنين، وفخور جدا أنه بالمناطق يلي هلأ عم بأغلبية السكان من المسلمين هناك شجرات ميلادية ترفع في المدن من الجنوب إلى بيروت إلى الشمال. كل اللبنانية هن إخوة بالمواطنية، إخوة بالإنسانية، حتى ولو كانت الطوائف ولو كانت الانتماءات الدينية مغيرة. نتمنى أن الشرق كله يكون في تعددية وفي تسامح وفي محبة، والكل يعيشوا مع بعضهم ويحترموا حق الاختلاف وحق الغير بالديانة يلي هذه هي النقطة المهمة جدا، هذا مربط الفرس، وسنعود إلى هذا من خلال الزاوية السياسية في هذا البرنامج السياسي للحديث عن هذا. قبل ذلك نتواصل مع القدس، مع هذه المدينة الجميلة جدا. معنا عبر الهاتف السيادة المطران عطلة حنة من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس. يا أهلا وسهلا يا أبونا. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. كل عام وأنت بخير. استمعنا هنا إلى هذه الكلمات الجميلة المفعمة والنادرة في هذا العالم اليوم، المفعمة بالحب وبالسلام وبالطمأنينة وبهذه الإنسانية الدافقة. فلنتوقف عند الواقع. سيادة المطران عطلة حنة، ما هي أحوال مسيحيي القدس والأراضي الفلسطينية؟ ما هي أحوالكم أنتم مسيحيون ومسلمون؟ يعني أولا أنا أود أن أشكركم على هذا الاتصال، وأود أن أحيي من خلالكم كل المشاركين وكل الذين يستمعون إلينا الآن. أهلا وسهلا. وأنا أود حقيقة من قلب فلسطين ومن قلب القدس ومن رحاب بيت لحم الطاهرة والمقدسة أن أبرق إلى كافة المحتفلين بعيد الميلاد المجيد بتمنياتي وتحياتي وتهانية بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يمن علينا جميعا بسلامه، أن يمن علينا جميعا بعدله، لكي ننعم في هذا المشرق العربي بما نتمناه جميعا من أمن وسلام واستقرار. نحن حقيقة في فلسطين عندما نتحدث عن معاناة المسيحيين
نتحدث عن معاناة كل الشعب الفلسطيني، ما يعانيه المسيحيون يعانيه المسلمون أيضا، الاحتلال الإسرائيلي في عنصريته لا يميز بين كنيسة ومسجد، لا يميز بين مسيحي ومسلم، كلنا مستهدفون، كما يستهدف المسجد الأقصى المبارك تستهدف أيضا أوقافنا ومقاماتنا الدينية المسيحية. ولذلك نحن في فلسطين حقيقة تميزنا دوما بوحدتنا الوطنية وبإخائنا الديني وبتلاقينا الإسلامي المسيحي، ونحن نسعى دوما من خلال اجتماعاتنا ولقاءاتنا لتعزيز وتكريس هذه الثقافة، ثقافة الانتماء للوطن، ثقافة الأخوة الوطنية والإنسانية، ونبذ التعصب والتطرف. ولذلك نحن حقيقة يحزننا ويؤلمنا جدا ما نشهده وما نلحظه في وطننا العربي الذي ننتمي إليه من محاولات ومؤامرات يعني تقوم بها مجموعات متطرفة. يعني أنت تقول بأن يعني يا أبونا يا سيادة المطران، أنت تقول بأن الأمر أو الهم همان هم استيطاني استعماري غاشم وهم عربي داخل هذا الشرق المتطرف. نعم، يعني العرب قالوا في وقت من الأوقات أن قضيتهم الأولى هي فلسطين. نعم. وأنا أتمنى أن يترجموا هذا عمليا، ولكن ما نشهده اليوم هذا المخطط الذي نلحظه والذي يهدف إلى تفكيك المجتمعات العربية وتفكيك وتدمير الدول العربية إلى طوائف. نعم. ومذاهب متناحرة فيما بينها، هذا حقيقة الأمر خطير جدا لا يستفيد منه إلا الاحتلال والاستعمار الذي يريد ابتلاع فلسطين وابتلاع القدس وتهويد المقدسات وما إلى ذلك وأبعد. وبالتالي نحن في فلسطين يهمنا كثيرا ما يحدث في الوطن العربي. نداؤنا حقيقة، وأنا أود أن أنتهز مناسبة هذا اللقاء، نداؤنا الذي نوجهه في عيد الميلاد ونطلقه في عيد الميلاد، نرسله إلى كافة أرجاء وطننا العربي وخاصة في سوريا وفي العراق وفي مصر ولبنان والأردن وكل المنطقة العربية. نتمنى حقيقة من كل العرب أينما كانوا وأينما وجدوا، مسيحيين ومسلمين، أن يكونوا متكاتفين وأن يواجهوا هذا التطرف بوحدتهم الوطنية وبإخائهم الديني، لأن هذا التطرف سواء كان من داعش أو من غير داعش هو لا يستهدف فقط المسيحيين، وإنما يستهدف أيضا المسلمين ويستهدف تشويه صورة الدين الحقيقية الذي يدعو إلى التسامح ويدعو إلى المحبة. شكرا سيادة المطران عطلة حنا عفوا من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس. ونربط الاتصال بالسيد جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هل حدثتنا عن الأقباط في مصر، أصل مصر هؤلاء الأقباط، وعن وضعهم اليوم في هذا السياق المصري الذي تحول في ظرف قصير منذ العام 2000 منذ ثورة يناير إلى ثورة مضادة وتصحيح ثوري كما يقول البعض، ما هو حال الأقباط اليوم؟ والله الحقيقة المسيحيين والمسلمين في مصر يعني دايما عايشين بسلام. يعني أنا وأنا صغير وكنت طفل ما كناش بنعرف فرق ما بين إذا كان صاحبي ده مسيحي ولا مسلم، سواء لما بنلعب كرة مع بعض، سواء لما نكون في المدرسة أو في الجامعة. فالمسيحيين والمسلمين بدون استثناء يعني متحدين دايما مع بعضهم. اللي حصل طبعا في الفترة الأخيرة على اللي بنسميه الربيع العربي أو الخريف العربي، إن طبعا اللي هم المتشددين الإخوة المسلمين والسلفيين كانوا عايزين ياخدوا البلد، واحنا ما كناش بعيد ابدا ان احنا كنا نوصل لحاجه زي اللي حصل بتحصل النهارده في العراق وسوريا. لكن يعني ما تقولي ربنا حماها، ربنا حمى مصر، والنهارده مصر المحروسه وربنا يحفظها كمان تاني ان شاء الله. اتفضل. فالنهارده مع بعض طبعا
بالرغم من أن أعرف يعني عدد كبير من المصريين المسلمين اللي هما كانوا رشحوا مرسي وكانوا بيحبزوا الإخوان المسلمين في الترشيح إن هم ياخدوا البلد، ما يعني في ظرف 6 أشهر أو أقل من سنة نفس الناس دي اكتشفت إن إن إن, إن الإخوان واللي كانوا عايزين يعملوه كانوا عايزين يخربوا البلد، وكل همهم هم السلطة، وهو التفكير بتاعهم بالضبط زي تفكير داعش. فعدد كبير جدا من المصريين اللي هم كانوا يعني ماشيين شوية مع الإخوان غير رأيهم، وبالتالي بنوصل النهاردة لحوالي ممكن أقول 95% من الشعب المصري مع بعض مسيحيين ومسلمين ضد الإرهاب، ضد الإرهاب الإخواني، الإرهاب السلفي، إرهاب الإسلام المتشدد. وبيكون طبعا ورانا الأزهر والكنيسة دايما بنشوفهم مع بعض، وأتمنى أن الصورة الحلوة دي اللي هي الصوت المشترك بين الأزهر والكنيسة القبطية تكون معروفة في أوروبا وفي الغرب وفي العالم كله. سنتوقف قليلا عند هذا البعد السياسي بين الدين والسياسة في هذا الشرق. تعلمون يا جماعة أنه في أوروبا وفي فرنسا تحديدا تم التخلص بين مزدوجتين بعد الثورة الفرنسية من سطوة الدين في السياسة، وتم إرساء ما يعرف بالعلمانية وليس الإلحاد، يعني فصل الدين عن الدولة، الدين شيء شخصي. اليوم في هذا الشرق نخاف كثيرا من كلمة علمانية. في لبنان مثلا دكتور أنطوان شديد هناك العديد ممن يقولون يجب علينا القفز على هذا النظام الطائفي الذي يسود في لبنان بعد يعني الاتفاقات الأخيرة بعد الحرب اللبنانية، لجعل السياسة أو فصل الدين عن الدولة ولإلغاء هذه الطائفية. ما رأيك في هذا السجال في الشرق اليوم؟ نخاف كثيرا من مصطلح العلمانية. بالطبع علاقة الشخص الفرد بربه بالله هي علاقة عمودية بينه وبين الله، وعلاقة الأفراد مع بعضها هي من إطار الدولة ومن إطار الحياة الاجتماعية يلي أكيد بنتمنى أنه بمناطقنا بالشرق الأوسط تكون هي علاقة مدنية وعلمانية. ولكن ما فينا نقفز على من الأرض للطابق العشرة إلا إذا كنا سوبرمان، بده الواحد يطلع درجة ودرجة. كلنا بنحلم أنه يكون الشرق كله بيتمتع بالعلمانية وبالمدنية، وبتكون احترام الحقوق كأفراد هي موجودة وهي الأساس، ولكن هيدي بحاجة إلى سنين وبحاجة إلى تحضير الجنراسيون، يعني إذا تحضير الأجيال ولأجيال. أكيد هيدا طموحنا، ولكن بالوقت اللي عايشين فيه هلأ اتنية نحن عايشين خاصة بلبنان بتوافق من موزايك، يعني بفسيفساء من 18 طائفة كلهم عم يتعايشوا بلبنان بسلام وبمحبة بالرغم من الصعوبات اللي مر فيها لبنان منذ نشأته لليوم، بالرغم من الحروب اللي مرت عليه ويلي هي ما كانت حروب داخلية، كانت حروب الآخرين على أرض لبنان. في لبنان أنا برأيي لبنان هو النموذج يلي لازم يكون للشرق كله، نموذج التنوع والتعددية والحوار والانفتاح والسلام. كل واحد هو حر يكون إيمانه حسب إيمانه بربه مع الطائفة الإسلامية أو المسيحية أو اليزيدية، كل واحد هو حر بهالموضوع، ولكن علاقته مع أخيه الإنسان بالإنسانية وبالمواطنية بتكون منفصلة عن علاقته مع ربه. يعني نحن منعتبر أنه بهالشرق كله يلي عم نشوف فيه هلأ أتني موجة تكفيرية وسلفية وإرهابية عم تجرف الحوار والانفتاح والتعدد، لازم يكون لبنان يلي حكي عنه الباب جان بول دو، البابا يوحنا بولس الثاني، انه هو اكثر من وطن، هو رسالة. يعني لبنان بحاجة بأمس الحاجة هلأ أتنية
انه يكون لبنان نموذج، الشرق كله والعالم كله بحاجه لهالنموذج ليقتديوا فيه ليعم السلام والحوار بالعالم كله. راينا في الاحداث الاخيره مثلا في عرسال كيف التف اللبنانيون حول جيشهم اللبناني وحول هذه يعني النائب النفس، لست ادري ان كان لبنان ينأى بنفسه عما يحدث في سوريا، ولكن محاوله عدم الدخول في اي صراع مذهبي. سنعود بعد قليل اليك السيد الأب فادي المير للحديث عن رسالة الفاتيكان ورسالة يعني الكرسي الرسولي حول حوار الأديان، وسنعود إليك سيد إليشياكو عن هذا العراق الذي كان لفترة طويلة نموذجا للتعايش بين الديانات. قبل ذلك نذهب إلى بغداد مع مراسلة مونتي كارلو الدولية أمل صقر لكي نعرف أحوال العراقيين في هذه الأجواء. يا أمل مساء الخير. مساء الأنوار يا أهلا وسهلا. مساء الأنوار وهذا الصوت الجميل من بغداد، يعني كنا نتخوف من أن تكون الخطوط رديئة، الحمد لله بركة الميلاد الخطوط جيدة مع بغداد. ما هي أحوالكم؟ الحمد لله. وكيف يحتفل المسيحيون في العراق في بهذه الذكرى في ظل السياق الراهن السياسي اليوم؟ يعني مع الأسف لما كان يعني في العراق الوضع مختلف هذا العام عن بقية الأعوام الماضية، فأبناء الطائفة المسيحية يعيشون أوضاعا مأساوية وأوضاعا صعبة جدا بعد أحداث سقوط الموصل التي مضى عليها ما يقرب من 6 أشهر. أجبرت ما نحو 150 ألف عائلة مسيحية على ترك منازلهم وترك مناطقهم والنزوح إلى محافظات الآمنة في العراق في إقليم كردستان وبغداد ومحافظة كركوك. يعني مع الأسف هم يعيشون أوضاع صعبة، كما قلت هم يعيشون في مخيمات في خيم تفتقر إلى أبسط الخدمات اللازمة لعيش حياة كريمة، بالإضافة أنهم يتلقون مساعدات شحيحة جدا وهم بحاجة إلى الدعم والإسناد باستمرار. هذا العام اضطر يعني بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رفائيل الأول ساكو إلى أن يعلن إلغاء مراسيم احتفالات أعياد الميلاد، وذلك لسببين: أولا تضامنا مع العوائل المسيحية النازحة واحتراما لمشاعر عوائل الشهداء في صفوف القوات الأمنية من الجيش والبشمركة التي طبعا يعني يقاتلون في ساحات عدة في المحافظات العراقية ضد عناصر تنظيم داعش. طبعا قداسة البطريرك اعتذر أيضا عن استقبال المهنئين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، منوها بأن الكنائس ستكتفي بإقامة مراسيم الأعياد ورفع الصلوات داخل الكنائس من أجل انتهاء العنف في البلاد وعودة السلام والاستقرار إليها. طبعا رغم كل هذه الأحداث المأساوية التي ذكرتها والتي كنت أتمنى أن لا أذكرها، ولكن هذا ما يقوده واقع الحال في العراق اليوم، إلا أن الشوارع العاصمة العراقية بغداد وعدد كبير من المحافظات العراقية لم تخلو من مظاهر الاحتفال بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وقدوم وحلول السنة الجديدة، فقد زين الشوارع شوارعها، بالإضافة إلى أن المحال التجارية أظهرت ملامح الاحتفال بالعيد من يعني من نصب أشجار الميلاد وتزيينها، إضافة إلى تعليق ووضع دمى بابا نويل في محاولة لدعم النازحين في أعيادهم وجعلهم يشعرون بالقليل من الاطمئنان والفرح. طبعا هناك العديد من الرسائل أيضا التهنئة. نعم رمضان عزيز. كم لي فكرتك أمل؟ عذرا كنت أقول بأن شوارع العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات أظهرت مظاهر العيد لأنها أرادت أن تبث روح الفرح والسلام في قلوب العوائل النازحة والمنتشرين كما ذكرت في العديد من المحافظات العراقية ويعيشون حياة مأساوية. والعراق كل عام يعني كان يحتفل بأعياد الميلاد سواء المسلمون والمسيحيون على حد سواء، ولكن هذا العام الوضع مختلف بالنسبة لأبناء الطائفة
المسيحية. شكرا جزيلا لك أمل صقر، مراسلة مونتي كارلو الدولية، كنت معنا مباشرة من بغداد. ونواصل معك سيد إيلي شياكو، أمين عام جمعية حماية أقلية الشرق وعضو ائتلاف مسيحيو الشرق في خطر، يعني للحديث عن هذا العراق الذي كان يعني في السبعينيات والستينيات من أبرز يعني مظاهر التعايش في العراق. هناك من يقول بأن نظام صدام حسين المغدور أو الغابر كان أرحم على العراقيين مما نشهده اليوم، ما رأيك؟ في عام 2003 عندما احتل الأمريكان العراق كان موجود في البلد 1,200,000 مسيحي، حاليا موجود 350,000 إلى 400,000. في ثلثي مسيحي العراق تركوا البلد بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، فإذا يتحمل المسؤولية ما جرى الاحتلال الأجنبي والحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تستطع أن توفر الأمن للمسيحيين، وإلا لماذا ترك المسيحيون البلد وهم كانوا يعيشون بفرح وسعادة مع إخوانهم المسلمين؟ هناك فقدان أمن، هناك عدم مساواة في المعاملة، لا يوجد شيء اسمه مواطنة اليوم في العراق، وإنما هناك نظام مبني على الطائفية وإقصاء الآخرين. يشعر المسيحيين في العراق بأنهم مواطنون من درجة ثالثة ويبحثون عن مناطق آمنة، واضطر ثلثيهم الهجرة ويتأملون أن يرجع العراق في يوم ما إلى الأمان لكي يعودوا إلى بلدهم. فإذا يعني هذه السياسات المتطرفة أدت إلى تفريغ هذا الشرق من مكونه الأساسي، وأصل الشرق هم المسيحيون بطبيعة الحال. الأمر في العراق واضح جدا، الكلدان هم أصل هذا البلد. اليوم هؤلاء الكلدان والآشوريين اللي هم سكنة العراق الأصليين يهاجرون ويأتي إلى العراق ما يسمى بالمجاهدين من أنحاء العالم، هم شيشان وتوانسة، وحتى من فرنسا هناك 1,200 شخص راحوا إلى العراق، وأهل العراق الأصليين اللي هم بنوا هذه الحضارات السابقة على مر القرون يضطرون إلى المغادرة دون أن يستطيع أحد أن يحميهم. هذه مأساة العراق اليوم، ومأساة مش المسيحيين، المسلمين أيضا حاليا مضطهدون في العراق. أنا عندي أخبار من الموصل، أهل الموصل حاليا السنة المسلمين يشعرون بأنهم مضطهدون من فرق داعش الإرهابية. أكيد، لأن داعش، لأنه فرق ظلامية. على فيسبوك أمس كتبت لي إعلان عن الحلقة، قلت عشية أعياد الميلاد نتحدث عن مسيحي شرق هذا الشرق المجنون بعصبيته وتطرفه الغبي، ولاحظت أن العديد من الرسائل جاءتني تقول أن الغرب هو المدمر والغرب هو كذا وكذا، يعني وقرأت هذا الإعلان على أنني أقول بأن الشرق غبي، وقيل لي الكثير عن تسامح الشرق وتاريخ الشرق. يا جماعة، التطرف غبي هذا أكيد، الشرق الذي احتضن العلوم واحتضن الآداب كانت له في تاريخه أيضا يعني مسلسلات أو حلقات دامية جدا ضد الأقليات في إطار حقبات من التطرف. فإذا التطرف يعني لكي نلخص أفة من أفات العصر. هناك الكثير من المبادرات التي أقيمت من طرف الفاتيكان ومن طرف بعض الدول العربية لإعلاء حوار الديانات، حوار الأديان السماوية حول الالتقاء على ما هو أفضل. يعني الأب فادي المير، ما الذي تبقى من هذا الحوار بين الأديان اليوم في عصر التطرف؟ المهم أنه الفاتيكان وخاصة برسالة البابا امبارح اللي رسالة ميلادية وجهها للمسيحية الشرق، خاصة ذكر فيها العراق بشكل خاص وسوريا أكيد، بيركز كتير، وحتى ذكر أنه هالحوار اللي صار بين الرئيس الفلسطيني والرئيس الإسرائيلي كمان واللي هو كان من الدافع الأول له، وبيحكي عم بدي أحكي شوية سياسي بس، سياسي لاهوتي من عين الله.
أكيد وجهة الفاتيكان من هالناحية، بس أرجع عم بحكي شوي عن الموضوع المجموعات الدولية الكبيرة الكوميونوتي انترناسيونال يلي هني مسؤولين، لأنه وقت اللي هني بدون شيء سياسيا من الشرق الأوسط أو عندهم غايات اقتصادية بيتدخلوا بشكل فاضح، وشفنا العراق يعني إسقاط نظام صدام بالنسبة للكنيسة كانت معارضة كليا لهذا الموضوع، ولكن لأنه في غايات، في غايات سياسية. إذا أنا عندي غايات سياسية بسقط بلد العراق مثل ما هو، بس ولكن اليوم عم البابا كمان بيناشد المجموعات الدولية إنه اليوم في غايات إنسانية، مش نشيل أوقات الدين من الموضوع. أنا ما بحب كتير يعني بهالشي اللي عم بيصير بالشرق، يعني دايما أنا عم بعمل مداخلات بفرساي وبكل فرنسا، أنا عم شيل الديانات من الموضوع، مش قصة إنه المسيحية متعهدين ولا لا، في عملية إنسانية عم بتصير، في عملية إرهابية ضد الإنسان بشكل عام. مشان هيك البابا يناشد المجموعات الدولية للتدخل المباشر لإيقاف الأمور الإرهابية، وأنا بلاقي في تقاعس كبير، وحتى البابا بقداسة البابا بعدة مداخلات، وأيضا كل البطارك الكاثوليك وبطركنا الماروني أيضا، هناك تقاعس دولي بهذا الموضوع كتير كبير، وما بعرف شو النتيجة وليه عم بيصير هيك. ما بقدر أنا بس بترك هالسؤال، يمكن السياسيين والأمور الداخلين بالسياسة لو حتى عندي جواب شخصي للأمور. بعدين بالنسبة للحوار السياسي، أكيد البابا الحوار بين الأديان أكيد أنه بيشجع البابا، ويشهد البابا بيعرف أنه حتى في العراق اليوم، وإن كان بلبنان وإن كان بسوريا، هناك منظمات تعمل على الحوار بين الأديان وبيشجع. وأنا هون بفرنسا بعدة مداخلات طلبت من عدة سياسيين، نواب سياسيين موجودين، مساعدة ودعم هالحوار بين الأديان، لأنه هيدا بيخلق مثل تجديد بالفكر الإسلامي وتجديد بالفكر المسيحي. الحوار يصل بشكل رائع جدا إلى السلام وإلى التفكير بالسلام، وهيدا الشيء كتير مهم. بالنهاية ما فينا نجبر الناس يقعدوا مع بعضهم، ولكن نحن عطول بطلب من كل المستمعين خاصة اللي بيؤمنوا بالله وإن كان إسلام أو مسيحي يصلوا الصلاة. أنا هيدا الحوار المهم، معلش لو أنا رجل دين عم بحكي بهالمنطق، هلا هالكلام ما نسمعه كثيرا وهو هام جدا. الصلاة هي مفيدة، الحوار مع الله هي أول شيء، نحن نتحوار مع الرب مع الله، لقل له الله أنت بدك ياني اقتل، بدك ياني دبح العالم، أنت هيك نسأل ذاتنا، الله خلقني وخلق خي الإنسان لحد مني تقتله؟ لا طيب. أكيد لا. هيدا المفهوم الرائع بالحوار. بعدين مفهوم من بعضنا، نحن إخوة، الله خلقنا مع بعضنا تنعيش أخوة بهالأرض مثل ما قال دكتور شديد. فلنذهب، شكرا جزيلا نعم. لك على هذه المداخلة القيمة. فلنذهب إلى سيد جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان. سيد جون، الكنيسة القبطية لعبت دورا كبيرا في يعني هذه السنوات الأخيرة لتهدئة الأمور في مصر، هل تعتقد بأن يجب تفعيل دور الكنيسة ودور المسجد في السياسات اليوم؟ هو دور المسجد والكنيسة مش دور سياسي، لكن هم دورهم كأولا تعاون ما بين الإسلام والمسيحية، علشان يوري إن ما فيش حرب ما بين ديانة اللي هي ديانة الإسلام أو ديانة المسيحية. ده اللي هو الدور الأساسي اللي مفروض إن هم يوروه. ومن ناحية تانية لا بيوروا كمان، وبالذات يكون الأزهر اللي ياخد دوره، إن الهمجية والإرهاب اللي بترتكبها جماعات إسلامية بتسمي نفسها جماعات إسلامية بتتلاعب باسم الإسلام، يعني مثلا، وبعدين بتتلاعب وبتجيب ناس من يعني زي ما قال أظن دكتور شديد أو إليش، إن في حوالي 1200 فرنسويين راحوا العراق عشان
داعش عرفوا يجيبوهم عن طريق الانترنت او عن طريق الناس بيبعتوهم ويجروهم ويعملوا غسيل مخ. فالكنيسة بتلعب دورها الروحي بيد مع الأزهر علشان الاثنين سوا يوروا الصورة الكويسة. وبعدين أنا بحيي كمان دور الأزهر ودور الشيخ أحمد الطيب على المؤتمر اللي عمله في 3-4 ديسمبر اللي فات، وكانت التنسيقية حضرت، الرئيس التنسيقية باتريك كرام كان حضر وقال كلمة وأنا كنت موجود معاه وكنت حتى ترجمت له. ومن ضمن يعني الحاجات اللي اتقالت اللي هو الدور المحوري لمصر على أساس إن هو فيها برضو خطر على مصر النهاردة، سواء عن الحدود الشرقية من ناحية ليبيا، من ناحية ليبيا، سواء من الحدود لا من ناحية غربية وناحية ليبيا والشرقية برضو من ناحية حماس، لأن في منظمات إرهابية اللي برضو عايزة تمشي نفسها زي العراق وسوريا وتمتد لمصر وطبعا تمتد للبلاد التانية. طيب أعتبر أيوة. لا أنا بعتبر يعني مصر بالكنيسة وبالأزهر يعني تعتبر زي ترباس استراتيجي رئيسي، ومن غير ما الغرب يأيده ممكن أن إيران تندلع في المشهد كله. فإذا أنت تؤكد على ضرورة أن تؤيد هذه الخطوات من طرف الدول الغربية. وقال الأب أبونا السيد فادي المير بأن هناك تخاذل فظيع في الدول المجموعة الدولية أو المجتمع الدولي لإعطاء دفعة لهذه الخطوات السلمية. هنا أشكرك سيد جون ماهر لأنك أعطيتني رأس الخيط لنتحدث عما قيل وما تم إنجازه هنا في فرنسا. في الأشهر الماضية تم الإعلان في باريس عن تنظيم مؤتمر شامل في هذا الشهر يعني لمناقشة الإسلام، وتم الإعلان رسميا بأن في مسجد باريس الكبير بأن الإسلام براء من هذه الجماعات الإرهابية الكافرة التي تقتل هكذا الإنسان عبثا. السيد إليش ياكو، أنت عضو ائتلاف مسيحي والشرق في خطر، هل يمكن أن تعطينا آخر ما تم التواصل إليه وإنجازه في هذا الصدد؟ كان عندنا مؤتمر على أساس يعقد في باريس في شهر ديسمبر، نعم. تم تأجيله إلى شهر مايس القادم. نعم. التنسيقية ستدعو إلى مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب ومساندة أقليات الشرق المضطهدة، وسيحضر هذا المؤتمر ممثلين من كافة الطوائف المسيحية في الشرق، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني التي تعني بشؤون الأقليات، وهذا بمساهمة الحكومة الفرنسية طبعا، وهذا سيكون في شهر مايس القادم إن شاء الله. لماذا تم التأجيل؟ تم التأجيل لسبب تحضيرات، وثانيا حصل في نفس الأسبوع مؤتمرين آخرين، مؤتمر القاهرة ومؤتمر آخر في بيروت، اضطر الكثير من المدعوين إلى الطلب إلى تأجيل، ولهذا أجلناه إلى شهر مايس. يعني لأسباب تنظيمية وليس لأسباب سياسية؟ أبدا لا لوجستيكية تقدرين تقولي. طيب الدكتور أنطوان شديد، تفضل ضيفنا بالحديث عن مؤتمر بيروت ومؤتمر القاهرة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف. ما هو البعد أو القوة التي يمكن لهذه المؤتمرات؟ يا جماعة تقولون نعمل مؤتمر أوكي الأمر صحيح، لكن هل هذا ممكن أن يغير في وضع المسيحيين على الأرض من شيء؟ دكتور أنطوان، بدي أرجع شوي على نداء باريس. نعم. شو كانت الأهداف وليه حبينا نعمل المؤتمر الجامع الدولي؟ نداء باريس كان في رسالة موجهة بالوقت ذاته إلى الشرق وإلى الغرب، إلى المسيحيين وإلى المسلمين. الحوار اللي حصل بين تنسيقية المسيحيين المشرقيين بخطر ومسجد باريس أو الإسلام في باريس كان هدفه أنه نقول لهالشرقيين أنه وللطائف الإسلامية الموجودة بالشرق أنه منه الغرب المسيحي يلي عم بيدافع عن المسيحيين بالشرق، ولكن الغرب كله إسلاميين ومسيحيين عم بيدافعوا عن الإنسانية يلي عم بيتعدوا عليها من قبل مجموعات إرهابية،
كان مسيحيين أو كانوا إسلاميين. المساج الثاني، الرسالة الثانية هي للغرب وخاصة للفرنسيين. أولا للفرنسيين عامة إذا كانوا من المسيحيين أنه ينتبهوا شو عم بيصير بالشرق، وثانيا إذا كانوا إسلاميين أنه كمان يعرفوا أنه الإسلام بفرنسا هو براء من اللي عم بيعملوه، منو جهاد يلي عم بيروحوا يقطعوا رؤوس العالم بالمشرق بسوريا وبالعراق. الجهاد المعنى الحقيقي هو يحترم خيو الإنسان، لأنه الدين الإسلامي هو دين محبة كمان مثل الديانة المسيحية. حبينا أنه نتيجة نداء باريس يلي صار بفرنسا نعممه على كل دول أوروبا وعلى دول الشرق الأوسط بحضور المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية من أوروبا ومن الشرق. من بعد نداء باريس كمان اتفق مع مسيو دليل أبو بكر، السيد دليل أبو بكر، إنه عميد مسجد باريس، عميد مسجد باريس، إنه بكل جمعة من بعد صلاة الجمعة كل إمام بالمسجد يحكي عن هالموضوع ليوعي الشباب المسلم الفرنسي عن خطورة التأثير، عن تأثير الإرهابيين عليهم، لأنه بعض الشباب عم بيفكر أنه هذا الجهاد الحقيقي يلي رح بيوصلهم ربهم إلى الجنة وللحريات. وكان الهدف أنه أئمة المساجد بكل فرنسا بالعزة طبعها توعي المسلمين وخاصة الشباب منهم أنه هذا ليس بالجهاد، هذه هو الإجرام بحد ذاته. يعني الجهاد جهاد النفس عن المعاصي. هناك قيمة فلسفية غيبت، يعني لست أدري، هناك من يقول بأن الديانة في طابعها الروحي يعني حولت إلى ديانة أرضية لا علاقة لها بالقيمة الفلسفية للأمور. عموما في هذه هي الخطوة السياسية الأولى من نوعها القوية التي سجلت في هذا الموضوع منذ بداية هذا الإجرام. عرفنا بأن هذا الإجرام بدأ في الجزائر في التسعينيات، وكانت الجزائر وحدها آنذاك تواجه هذا التطرف، وانتقل هذا الداء إلى دول أخرى. الأب فادي المير، هل تعتقد بأن هذه الخطوة تأخرت كثيرا؟ الخطوة السياسية أقول، كل الخطوات السياسية والدينية عطول تأتي متأخر. أنا هيدا بنظري، نظرا يعني أنا شوية عمل دراسات لاهوت السياسي في العالم، وعطول تأتي متأخر للأسف، وهذا متأتي على ضعف الإنسان، ضعف الإنسان ويقظة الإنسان. كنت عم تحدثك، أنا شوي عندي شوي حول الكنيسة والسياسي، نعم أنا خالف شوي نظرة الأستاذ جان ماهر، إنه الكنيسة لها دور في السياسة ولكن لا تفوت في زواريب السياسة. نعم، ليست حزب، الكنيسة ليست حزب، إنما لها دور سياسي في منظار الرب، في منظار الله، بدون ما تفوت بأي تحديات. الكنيسة لا يجب أن تغيب عن المجتمع السياسي. هذه بالكنيسة الكاثوليكية موجود بالفاتيكان في دائرة خصوصي للسياسة، ولكن المؤتمرات اللي عم بتصير اليوم بقول يلا نيح اللي عم بتصير، لأنه هي المؤتمرات أكيد كلام، بأن هي كلام عم ينحكى، ولكن هي بتكون عم توقظ الضمائر، الضمائر خاصة هون في الغرب أو بالشرق كمان، الضمائر يلي ما بتفهم شو عم بيصير في بعد هون بفرنسا ووين ما كان، ضمائر لا تعلم ما يصير بعدها جاهلة للأمور، عم تاخذ الأشياء بطريقة غير واقعية. أولا، اثنين، تدفع في تحولات في السياسات الدولية نحو الشرق الأوسط، وهذا كتير مهم. يعني الشيء اللي عم بيصير بنداء باريس اللي صار، لازم إنه هالنواب الفرنسيين عم بحكي هون أو الأمريكيين أو غيرهم بيصفي عندهم غير نظرة، وأنا حاسس إنه هون بفرنسا وبأمريكا وين ما كان عم تتحول
عم تتحول السياسات من سياسة داعمة لمطارح معينة وعم يسحبوا هالدعم. هلا مين يعني باردون أنا بفهم هيك بالأشياء، مين داعم داعش كان أو غير من المنظمات اللي هلا ني صافت بلائحة الإرهاب؟ مش أنا أكيد ولا الكنيسة، بس إنه الموضوع هلا عم بيصير في تحولات هون أهمية. وأنا بشجع يعني كتير بحكي أوقات أنا وأستاذ دكتور أنطوان بهالموضوع، نشجع دائما المؤتمرات اللي بتحول هالسياسات. ونقطة أخيرة، عمليا هالمؤتمرات تعمل تنشيط للمنظمات يلي عم بتساعد، يلي عم بتساعد تدعم هالمنظمات بصفي فيه عندها، بس يسمعوا هالفرنسيين أو الأمريكانيين أو البريطانيين أو الألمان بهالمؤتمرات بيشوفوا هالنتائج تبعها بصفي. إذا في منظمة عم تدعم العراقيين أو السوريين أو ولبنان هلأني يعني كمان بخطر أيضا، وكل البلدان وأردن وغير البلدان، بصفي يتشجع المواطن الفرنسي أنه يدعم الـ وآخر شيء بحكي فيه ويحكيها البابا كتير، بتحول بالمفاهيم بصفي يعتبروا المسيحي هو مواطن حقيقي في العراق أو في سوريا أو في لبنان. هودي مش جايين هيك عن المواطنة. الدكتور أنطوان شديد قبل أن نذهب للسيد إليش. لا بس كان بدي حب أكد على اللي عم بيقوله أبونا فادي المير، أنه من 4 سنين من وقت ما بلش ما يسمى بالربيع العربي كنا نحن كمشرقيين واعيين على اللي عم بيصير، وأنه كان هيدا ليس بربيع وليس بمطالبة بالحريات، ولكن كانت تطرف موجة تكفيرية ومتطرفة عم تعصف بها المنطقة. وما سكتنا من 4 سنين لهلأ نحن كممثلين أحزاب بفرنسا، ممثل التيار الوطني الحر أنا، اشتغلنا بالتنسيق مع أخواننا العراقيين والمصريين والسوريين والأرمن، مع كل الجمعيات الحزبية والجمعيات غير الحكومية منشان نفهم الرأي العام الفرنسي والسياسيين الفرنسيين حقيقة ما يحصل في الشرق. ومن أسبوع كنا بمجلس النواب، كان في جلسة استماع مع الجروب ديتود، مجموعة الدراسات بمجلس النواب الفرنسي حول المسيحيين المشرقيين يلي بترأسوا الوزيرة السابقة فاليري بيكريس وفيرونيك بيس. هو بيتألف من 120 نائب فرنسي. كانت المنسقية المسيحيين المشرقيين بخطر موجودة، كان في 33 ممثل من كل الطوائف المسيحية والإسلامية المشرقية. خلال ساعة وأكثر استمع إلى هواجس الديليغاسيون اللي كانت موجودة وهالوفد، ومن بهالطريقة عم نقدر نغير بالسياسة الفرنسية تجاه ما يحصل بالمنطقة عنا. لأنه والسؤال موجه إليك السيد جان ماهر، لأنه الاعتقاد السائد هنا، تعرف التقليد الفرنسي مع الثورة الفرنسية والاعتقاد السائد الذي ساد طويلا إلى أن رياح الحرية هبت على الشرق ويجب مساندة هذه يعني الثورات، هل تعتقد بأن الموقف الغربي والفرنسي كما تفضل الدكتور أنطوان تغير كثيرا منذ السنوات الماضية؟ تغير بس مش كتير. أنا موافق 100% اللي قاله دكتور أنطوان وكل اللي احنا شفناه في الأسومبلي ناسيونال في البرلمان الفرنسي، وعدد كبير جدا من النواب دلوقتي فاهمين الوضع أكتر من في وقت لما الثورات طلعت. بس أنا كنت عايز أقول حاجة مهمة جدا، لأن أنتوا كلمتوا على الجهاد. لما كنا في المؤتمر بتاع الأزهر اللي كان فيه مجموعة كبيرة جدا من المسيحيين اللي هو يعني البطاركة والمسؤولين عن المسيحية ومجموعة كبيرة جدا عن المسؤولين المسلمين، كان في البيان اللي طلع حاجة مهمة جدا عن الجهاد، لأن الأزهر قال بطريقة يعني واضحة جدا أن دي عملية غسيل من الأدمغة بتروج أفهام مغلوطة من نصوص القرآن ومن نصوص السنة ومن حاجات اجتهادات العلماء. وطالب الأزهر ان على العلماء وعليهم مسؤولية ان هم ياخد يعني بيساعد الناس اللي اتغرر بيهم دول، ويعمل برامج توجيه ويعمل برامج تثقيفية ويفهم ويشرح الفهم الحقيقي للنصوص والمفاهيم بتاعت
بتاعت الكتب المقدسة في الإسلام. فإذا يعني وسنختم مع السيد إيليش ياكو، نشير فقط إلى حملة أطلقها الأزهر الذي نأى بنفسه عن اسم تنظيم الدولة الإسلامية داعش، دواعش وليست لا دولة ولا إسلامية. سيد إيليش ياكو، في هذا المجال أطلب من القيادات الإسلامية، ليس الأزهر فقط إنما الباقي القيادات، أن يصدروا فتاوي تحرم اضطهاد المسيحيين في الشرق. لحد الآن لم يحصل هذا، وأرجو أيضا أن يفتح تحقيق عن مصادر تمويل هذه المنظمات الإرهابية والمنظمات الدولية والقنوات الفضائية التي تروج لهذه الأفكار التي تبث الكراهية على شعبنا. عموما كنت أود يعني سننهي دقيقة دكتور أنطوان، بس أنا كلمة، أنا بدي حب أذكر مثل بيرفادي المير حكي عن رسالة البابا، قداسة البابا فرانسيس بارح قال أنه نتأسف أنه يكون ترانيم الميلاد ممزوجة بالدموع وبالحزن وبالأسى. نتمنى أنه السنة الجاية والميلاد الجاية، نحن كمسيحيين كلنا رجاء وأمل، نتمنى أنه السنة الجاية الميلاد بيكون كله محبة وسلام، وترانيمه بتكون بتعم بسلامة على العالم كله وعلى الشرق كله. آمين أمين. شكرا جزيلا لكم على هذه الكلمة، نختم هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم، كل عام وأنتم بألف خير.